الرواق ديال الجهات هذا هو اللي كتشوفوا فيه، مشاركين فيه الجهات كاملين 12 جهة، كل جهة بريزونتيا السرج ديالها ولي زوبجي نتاعها. يعني هذا العام هذا كاين اقبال كبير في هذا المعرض هذا الزوين، وهذا الرواق الزوين ديال الجهات فضاء الجهات اللي انتم راكم سمعتوا الناس كلهم عجبهم، يعني لا فضاء الجهات ولا المعرض في هذه البلاصه هذه ديالو الجديده زوين بزاف. ابار لورغانيزاسيون ديال اللي انا فيها، بغيت نهضر غير على الابداع اللي درت ديال السروجه اللي تحت لي الفرصه انني نحطهم في معرض الفرس، اللي كنشكر بزاف الناس المسؤولين ديال معرض الفرس اللي ديما معروفين انهم كيشجعوا الصناعه التقليديه وكيشجعوا كيتبوا رضا وكيشجعوا كاع اي حاجه تابعه للخيل. كان ابداع ديالي الاول اللي فكرت فيه ديال السروجه ديال المنطقه ديال الاقاليم الصحراويه، واللي الحمد لله انني لاحظت من الناس عجبهم. كانت فكره هذه شي عامين وهي كدور لي في الراس، كنشوف يعني التبريده ديال الاقاليم الصحراويه زوينه، كيضربوا البارود في الارض وعجبتني بزاف، ولكن عندهم زي مختلف وتبريده مختلفه، ولكن السروجه انهم كيديروا ديال فاس ولا مراكش، وجاتني الفكره باش انهم خص يكون عندهم سروجه ديالهم، والحمد لله توفقت فيها. يعني كنت سافرت شي شويه للاقاليم الصحراويه وشفت شويه باش كنشوف زعما شي حاجه اللي متميزين بها، شفت بان ديك الدراعيه كلهم كيلبسوها الزرقاء وبداك الزواق اللي فيها، فكرت علاش لا ما نديرش السرج بديك التوب ديال الدراعيه وديك الزواقه. يعني هذا اساي الاول، نقدر من بعد ان شاء الله نخدم فيه على الجلد. السرج الاخر الكحل بقوه ما كنمشي بزاف المرزوقه ارفود الريصاني الرشيديه، شفت داك الزي اللي كيديروا الناس دوك العيالات داك الكحل وفيه دوك اللوينات، فكرت عاوتاني ندير سرج من داك الشكل وراكم شفتوهم كيطلعوا. السرج الغوز درت فيه زواقه ديال البلغه ديال اللي معروفه عندنا في الاطلس خنيفره ازرو نواحي، وشفتو يعني شانتيون كيطلع.